أعزائي المشاهدين في قناة التداول العربي، نرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سنتحدث فيه عن موضوع مطروق بحثيا وتعليقيا هذه الأيام، عن موضوع الدينار الأردني، عملة المملكة الأردنية الهاشمية وقوة هذه العملة. وطبعا السبب في تخصيص فيديو عن هذا الموضوع هو كثرة الأقاويل في المرحلة في الأيام الأخيرة عن فقدان الدينار الأردني لجزء كبير من قوته الشرائية، أو لا سمح الله انهيار عملة الدينار الأردني. البعض يتكلم عن انهيار عملة الدينار الأردني، البعض يتكلم عن انخفاض قيمتها، والبعض الآخر يتكلم عن انخفاض القوة الشرائية للدينار الأردني. طبيعي المشكلة في موضوع الكلام في الاقتصاد وفي المال والأعمال والعملات أنه كثير، حتى لو كانوا حتى كتاب يعني مرموقين يتكلمون في شأن العملات العالمية أو العملات العربية، سواء كانت الدينار الأردني أو الليرة التركية أو الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو اليورو، يتكلمون وهم يعني للأسف ليس لديهم معرفة كافية في موضوع العملات وحيثياتها وتفاصيلها. الدينار الأردني يرمز له عالميا جو دي جوردانيان دينار. الدينار الأردني بالنظر إلى يعني القيمة السابقة خلال الفترة الممتدة من 1988 حتى الآن كان عملة ثابتة أمام العملات العالمية. يعني 1988 حدثت في ذلك العام، حدث فك الارتباط بين المال والإدارة بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، أدى ذلك إنها إلى نزول قيمة الدينار الأردني. يعني كان الدولار الأمريكي على سبيل المثال 33 قرش تقريبا ذاك الوقت، الآن الدولار الأمريكي حوالي 70-71 قرش أردني. يعني من 1988 ما سبق 1988 مختلف تماما عن مرحلة ما بعد 1988 بالنسبة للدينار الأردني. يعني كانت قيمة الدولار الأمريكي 33 قرش تقريبا، الآن قيمة الدولار الأمريكي 70-71 قرش أردني. الآن نتكلم عن، عندما نتكلم عن الدينار الأردني لابد لنا من شرح موضوع هام جدا في قضية العملات العالمية، هو موضوع الدولرة، يعني ما يتعلق بالدولار الأمريكي. هناك على مستوى العالم كثير من العملات المدولرة، يعني هذه العملات مرتبطة ارتباطا وثيقا وكليا بالدولار الأمريكي. عملة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد رقم واحد في العالم، أقوى اقتصاد في العالم الدولار الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية عملته هي الدولار الأمريكي. العملات المدولرة مرتبطة ارتباط وثيق وكامل مع الدولار الأمريكي. من هذه العملات المدولرة أو المرتبطة بالدولار الأمريكي عملة الدينار الأردني، أيضا على سبيل المثال عملة الريال السعودي، عملة الدرهم الإماراتي. هذه العملات كثيرة على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم، يعني هذه العملات مرتبطة في أسعار الصرف العالمية بالدولار الأمريكي. الآن الدولار الأمريكي عملة الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية رقم واحد في العالم حاليا، لا زالت. الآن إذا ارتفع الدولار الأمريكي ترتفع معه العملات المدولرة، وإذا هبط الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى تهبط معه العملات المدولرة. يعني نتكلم إحنا عن الدينار الأردني، الدينار الأردني يستمد قوته فعليا من قوة الاقتصاد الأمريكي. يعني ما دام الاقتصاد الأمريكي هو أقوى اقتصاد في العالم، وعملة الولايات المتحدة الأمريكية هي من أقوى العملات في العالم على الإطلاق، فإن الدينار الأردني يستمد قوته من قوة الدولار. يعني إذا ارتفع الدولار الأمريكي مقابل مثلا عملة مثل اليورو عملة أوروبا أو مثل الجنيه الاسترليني، أو إذا ارتفع الدولار الأمريكي مقابل مثلا الين الياباني أو اليوان الصيني أو أي عملة في العالم، يرتفع معه تلقائيا الدينار الأردني. لذلك يعني حاليا احنا بنشوف المشكلة اللي بتكلم عنها الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. يعني هم يحاولوا انهم يخفضوا قيمة الدولار الأمريكي، لذلك حتى في آخر قرار للبنك المركزي الأمريكي قرر انه يخفض قيمة الفائدة، نسبة الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي. يعني المستثمرين العالميين سواء كانوا دول أو مؤسسات أو أفراد اللي عندهم ملايين بل مليارات الدولارات، الآن
كان ياخذ نسبه معينه من الفائده على الايداع بالدولار الامريكي بالبنوك العالميه لاجل معين، يعني كان ياخذ 2.25% فائده على الايداع بالدولار الامريكي لاجل معين. الان المركز الفدرالي الامريكي قام بتخفيض هذه النسبه الى 2%، على اثر ذلك انخفضت قيمه الدولار الامريكي بنسبه بسيطه، لكن استعاد الدولار الامريكي خلال ايام عافيته، وذلك مرده الى القوه الهائله التي يتمتع بها الاقتصاد الامريكي، والحجم الضخم للناتج الاجمالي القومي للولايات المتحده الامريكيه. قوه الدولار الامريكي مستمده من انه هو عمله العالم الاولى، يعني النفط يسعر بالدولار، الذهب يسعر بالدولار، الصادرات والواردات بين معظم دول العالم تسعر بالدولار. يعني تتكلم بعض الدول مثل الصين وروسيا وتركيا في الفتره الاخيره تكلموا عن انه يتداولوا يتبادلوا المبيعات بينهم بعملاتهم المحليه. هذا موضوع ممكن انه ينجح حتى لحد نطاق معين، لكن على المدى البعيد والمدى المتوسط لا يمكن ان ينجح هذا الموضوع. الدولار الامريكي هو عمله العالم رقم واحد، يعني انت اذا بدك تشتري مواد خام من افريقيا مثلا او من امريكا اللاتينيه او من الشرق الاوسط بدك تدفع بالدولار الامريكي. الان لما انت تدفع بالدولار الامريكي، الدولار الامريكي ما زال العمله سيده عملات العالم على الاطلاق. الان يستمد الدينار الاردني يستمد قوته وثباته من قوه وثبات الدولار الامريكي. ما الذي اختلف؟ يعني حتى انه يجينا بعض الكتاب في الفتره الاخيره، يعني انا يعني احترم جميع الاراء، لكن كتاب لا يعرفون بتفاصيل العملات العالميه، لا يعرفون حتى ان الدينار الاردني مرتبط بالدولار الامريكي. البعض بيقول لك والله الدينار الاردني سيهبط، الدينار الاردني سينهار، الدينار الاردني سيفقد قيمته وسيفقد قوته الشرائيه. هذا كله كلام، يعني هذا كله كلام نظري، لانه احنا بننظر للدولار الامريكي زي ما بننظر له. اذا انت بتحدد مدى قوه الدينار الاردني، عليك ان تعرف مدى قوه الدولار الامريكي، عمله الولايات المتحده الامريكيه الاقتصاد الاقوى في العالم، الاقتصاد رقم واحد في العالم. الان الولايات المتحده الامريكيه دائما بتحاول انها تخفض قيمه عمله الدولار الامريكي. ليش؟ هو بيحاولوا يخفضوا، الامريكان بيحاولوا يخفضوا قيمه الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى عشان العالم يشتري منهم بضاعه، لانه لما تكون عملتهم غاليه الاوروبيين والاسيويين والافارقه لما بدهم يدفعوا بالدولار الامريكي بيدفعوا اكثر، بالمقابل هم ممكن يلاقوا نفس السلعه سعر اقل باليورو مثلا او بالين الياباني او باليوان الصيني. لان الولايات المتحده بتحاول دائما انها تخفض قيمه عملتها، يعني قيمه الدولار الامريكي مقابل العملات، لكن لا تنجح في معظم الاوقات هذه السياسه، لان الدولار الامريكي هو يعني متربع على عرش عملات العالم. يعني حتى لو فقد في قرار خفض الفائده الاخير مثلا فقد قسم من قيمته الدولار الامريكي، لكن عاود الارتفاع بسبب قوه الاقتصاد الامريكي. وبطبيعه ان اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه هو الاقتصاد رقم واحد في العالم. الان يستمد الدينار الاردني قوته من الدولار الامريكي. الان يعني احنا نتكلم عن الفتره بعد 1988، الدينار الاردني لما انت بدك تروح تشتري دينار اردني تشتري ب 71 قرش اردني، يعني اقل من دينار اردني. لما بدك تبيع الدولار الامريكي بتبيعه 70.8. الان يعني بالنسبه لعملات الدينار الاردني حاليا مثلا على سبيل المثال يساوي مقابل الدولار الامريكي واحد صحيح 1 دولار 41 سنت بلس، يعني يساوي الدينار الاردني تقييمه اعلى من قيمه الدولار الامريكي واحد صحيح يساوي الدولار الامريكي 41 سنت، مقابل اليورو الاوروبي 1 صحيح 28%، مقابل الريال السعودي على سبيل المثال، مقابل الدرهم الاماراتي الى اخره. الان احنا نتكلم عن مثلا عملات يعني خلينا نقول عملات تتحرك على مدار الساعه مثل مثلا اليورو مثل الجنيه المصري بعد تحرير مثلا دينار اردني يساوي 23 جنيه 39%، مقابل الليره التركيه مثلا يساوي دينار اردني 8 ليرات و20%. هذه يعني الاسعار خلينا نحكي طبعا الدينار الاردني مقابل الدولار الامريكي. الان الدولار الامريكي مثلا 70 قرش و9 بالعشره، هذه القيمه الدينار الاردني مقابل الدولار الامريكي ثابته بالشكل المطلق، يعني هي تتراوح بين 70 و71 حسب انك انت بتروح على صراف ممكن انه يربح عليك اكثر او اقل، لكن او بنك. الان 70 قرش الى 71 قرش قيمه الدولار الامريكي من الدينار الاردني. الان اذا بكل الاحوال ما دام انه الدينار الاردني مرتبط ومدولر، يعني مرتبط بالدولار الامريكي يتبع مع الدولار الامريكي، اذا وينخفض مع الدولار الامريكي. اذا انهار الاقتصاد الامريكي هذه ممكن انه ينهار فيها الدينار الاردني، ويعني هذا انه ايضا كل عملات العالم المرتبطه بالدولار الامريكي ايضا ستنهار. اذا انهار الدولار الامريكي مع الله مثل الدرهم الاماراتي وعملات عديده في العالم مرتبطه بالدولار الامريكي، اذا
فعليا على ارض الواقع الدينار الاردني يستمد قيمته وقوته من الدولار الامريكي، ما دام انه مرتبط بالدولار الامريكي. الان يعني نتكلم عن اقتصادات خلينا نقول ناشئه، مثلا الاقتصاد التركي لما حددوا الليره التركيه سنه 2009، الليره التركيه الجديده يعني بعد ما مسحوا الاصفر من الليره القديمه، كان الليره التركيه كانت بال 2009 تقريبا 1 دولار امريكي، سعر 1 دولار امريكي. الان ظلت تفقد قيمتها حتى وصلت يعني حتى منطقه 6 الى 7 ليره مقابل كل دولار، يعني انخفضت بقيمه هائله جدا. لكن احنا بنحكي عن دينار اردني مستقر مقابل الدولار الامريكي منذ سنه 1988. قبل 1988 كان دينار اردني، انا اذكر شخصيا الدينار الاردني يشتري 3 دولارات. الان بعد 1988 مرتبط الدينار الاردني بالدولار الامريكي من اجل الاستقرار المالي، يعني الهدف هو اضفاء استقرار مالي على وقوه على الدينار الاردني. ما زال الدينار الاردني مستقر، يعني زي ما حكينا الدينار الاردني اذا ارتفع الدولار الامريكي يرتفع معه، واذا انخفض الدولار الامريكي ينخفض معه. لان مقابل العملات الاخرى، خلينا نتكلم احنا مثلا عن عمله اوروبا، مثلا عن اليورو. اليورو مثلا الان في اضعف مستويات مقابل الدولار الامريكي، هذا يعني تلقائيا انه في اضعف مستويات مقابل الدينار الامريكي. الين الياباني ايضا انخفض مقابل الدولار الامريكي، اذا ايضا الين الياباني انخفض مقابل الدينار الاردني. كذلك الامر بالنسبه للشيكل، للدولار الاسترالي، للدولار الكندي، للفرنك السويسري، كل هذه العملات انخفضت مقابل الدولار الامريكي. الدولار الامريكي عمله جدا وثابته، يستمد قوته من انه هو عمله العالم الاولى، يعني الولايات المتحده الامريكيه تستطيع، وهذه ليست نكته كما يروج لها البعض، ان تطبع دولارات كما تريد. وهي اوكي انه الولايات المتحده الامريكيه عليها مديونيه كبيره لدول كثيره منها الصين، لكن تستطيع انها تطبع دولارات وتسد الصين خلال يوم. الان بالنسبه اللي بيتكلموا عن موضوع انهيار الدينار الاردني، هذا موضوع مستبعد تماما. الدينار الاردني ثابت 100%، لا يوجد اي تغير على قيمته خلال هذه المرحله منذ 1988، قيمته ثابته. لكن ما يجري في العالم يعني بين فتره واخرى انخفاض للقدره الشرائيه لعمله معينه، يعني احنا بنتكلم عن سلع مثلا سنه 1990 او 1989 او قبل 1990، كان عندنا احنا في على مستوى المملكه الاردنيه الهاشميه بالنسبه للاقتصاد كان في سلع غاليه جدا جدا، اغلى من الان بكثير، لكن بالمقابل كان في سلع ارخص. الان احنا بنتكلم مثلا عن انه كان مثلا سعر تلفزيون مثلا كان على الاقل 500 دينار، الان جهاز التلفزيون انشطب، صارت الشاشات اللي نزلت الجديده الكبيره هاي اللي افضل من التلفزيون سعرها ب 70 و80 دينار اردني. الان نتكلم مثلا عن خدمه الاتصالات، قبل 1990 وقبل 2000 كانت خدمه الاتصالات غاليه جدا، يعني انت لما كنت تحكي دقيقه مثلا على امريكا او على الخليج تدفع دينار او نص دينار، الان يعني شبه مجانيه مع انتشار الانترنت وحتى التعريف العادي للخطوط الارضيه. الان أسعار كثيرة كانت مرتفعة جدا في السابق الآن انخفضت، والآن أنت ما زلت أنت الأشياء اللي كنت تشتريها مثلا دينار أردني الآن ممكن تشتريها بربع دينار أردني، وضاع كثير. طبعا هو مردود هذا عالميا إلى أن الصين أنتجت كل شيء وصنعت كل شيء، وليس الصين فقط، مع قوات يعني اقتصادية هائلة، قوات مثل القوة الاقتصادية في الهند الناشئة في الهند، في القوة الاقتصادية الناشئة في ماليزيا، في أندونيسيا، في دول كثيرة على مستوى العالم. الآن الدينار الأردني إحنا نتكلم مثلاً عن بالتسعينات ممكن إنه مثلاً موضوع مثلاً المواد الأساسية مثل الخبز، مثل خلنا نقول البقوليات، الحليب، السكر، الرز، ارتفعت أسعارها، لكن هذه الأسعار ارتفعت عالمياً على أرض الواقع. طبيعي إحنا اللي يعني رفع الأسعار بزيادة، لدينا إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية رفع الأسعار الضرائب اللي تفرضها الحكومة من فترة لأخرى بتحاول إنها تقلب النظام الضريبي الولايات المتحدة الأمريكية. تقليد النظام الضريبي الولايات المتحدة الأمريكية ليس عبارة عن إنه نظرياً إنه إحنا نيجي نحط ضرائب، لكن أنت بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية لما المعلم اللي بيستلم راتب بياخذوا منه حوالي 30% ضريبة من راتبه، أو الموظف أو العامل أو أي دخل بياخذوا منه أحياناً نصف ما يحقق من أرباح أو أكثر دخل. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمين تماماً من الصغير للكبير، يعني مش إنه الصغير والمحلات الصغيرة والمصانع الصغيرة تدفع كل ما عليها من ضرائب وبيجوا الروس الكبار ما بيدفعوش، لا بأمريكا كله بده يدفع، واللي ما بيدفعش تهرب ضريبة بنسجن حتى لو كان الرئيس الأمريكي نفسه براسه بسجنوه إذا ما دفعش ضريبة. يعني الآن بدك تقلد الأردن نظام الضريبة الأمريكي، طبق النظام الضريبي على الكل وبعدل وبسواسية
الآن ممكن أنت تحصل ضرائب كافية، وبالمقابل الفلوس اللي أنت بتجيبها، يعني الفلوس اللي أنت بتجيبها مش تروح هون وهون وهون، إحنا ما نعرف شعب وين راح الفلوس، لا، الفلوس اللي أنت بتجيبها من ضريبة تكون محددها للناس وعارفها وتسوي فيها تنمية، تنمية شاملة للجميع سواسية. ما دام إنك أنت بدك تطبق النظام الضريبي الأمريكي، بدك تطبق العدل والمساواة للإنفاق في أمريكا، وتقدم خدمات زي الخدمات اللي تقدمها الدولة الأمريكية. الآن نرجع على موضوع دينار أردني. دينار أردني بكل ثقة ومئة بالمئة ما فيش عليه أي غبار، ما فيش عليه أي انخفاض، ما فيش عليه أي توقع إنه ينهار لا سمح الله أو تنخفض قيمته، لا في الفترة هاي ولا في الفترة السابقة على الأمد، يعني على أمد عدة سنوات، ولا حتى يعني هو ثابت منذ 1988 على العكس، ومقابل العملات العالمية قاعد يعني بيرتفع. يعني الآن إحنا بنشاهد مثلا اليورو لما كان وصل مرحلة اليورو حوالي يعني دينار وعشر قروش أو جنيه استرليني، هذا يعني إنه إحنا كنا مثلا لما نستورد بضاعة من أوروبا، على سبيل المثال كيس حليب نيدو الكبير كان 12-13 دينار، لأن لما انخفض اليورو صار هو كان مثلا 20 يورو، لأن 20 يورو كانت تساوي 13-14 دينار، الآن هو 20 يورو، لا زال نفسه 20 يورو، لكن الآن 20 يورو صارت أقل من ذلك. يعني بتنخفض، يعني انخفضت العملات، عملة أوروبا مثلا، عملات أوروبا انخفضت، عملة كندا، عملة استراليا، عملة الصين، عملة اليابان، عملة بريطانيا انخفضت بشكل كبير، كل المستوردات من هذه الدول ستكون الآن بالنسبة لنا أسعارها أقل، لازم تكون أسعارها أقل، وبنسب يعني تتراوح بين 5-30%. يعني أنت تتكلم إنه الجنيه الاسترليني مرحلة من المراحل كان دينار وعشر قروش، الآن الجنيه الاسترليني يساوي 90 قرش تقريبا فقط، انخفض. الآن المستوردات من بريطانيا لازم لها قيمتها تنخفض، لكن إحنا عندنا مشكلة كمان، إنه إحنا عندنا قطاع للأسف يعني قطاع كبير من التجار والمستوردين أيضا مثل الحيتان. يعني حتى لو إنه أنت الدينار الأردني كان يساوي الجنيه الاسترليني كان 90 قرش، يعني السلعة اللي أنت كنت تشتريها من بريطانيا تستوردها من بريطانيا كان ثمنها زمان لما كان الجنيه الاسترليني غالي بليرة وعشرة وليرة وعشرين كان ثمنها ليرة وعشرين، لأن ثمنها 90 قرش، يعني لازم ينخفض على الأرض الواقع. لكن إحنا إنه مشكلتنا في المملكة الأردنية الهاشمية فيش وزارة تموين بتراقب، فيش قرار مركزي يلزم الجميع، يعني استورد فلان استورد فلان استورد فلان، يعني هذه الحيتان متفقة فيما بعضها بالنهاية نفس السعر. يعني انا بسوق لك امثله كثير على بضاعه كثير مستورده من اوروبا، على سبيل المثال زي ما حكيت مثلا سلعه حليب النيدو المجفف الكبير كان 12-13، الان اقل، نزل اقل من 10 الان. الان المفروض حتى انه ينزل اقل من هيك، لانه انت الان لما كنت تدفع 100 يورو لدوله اوروبيه مقابل سلعه تشتريها، ال 100 يورو كان ثمنها لما كان اليورو تقريبا الدينار، كان ثمنها 100 يورو بالدينار، كنت تدفع 100 دينار انت. الآن أنت بتدفع ما بتدفع 100 دينار، لأنه الآن اليورو حوالي 75 قرش، بتدفع 75 دينار، الآن كل السلع انخفضت على مستوى العالم، باستثناء السلع الأمريكية، طبعاً السلع الأمريكية ثابتة، لأنه إحنا مستورد من أمريكا للدولار، وعملتنا مرتبطة بالدولار، يرتفع الدولار، يرتفع الدينار، ينخفض الدولار، ينخفض الدينار. الآن على أرض الواقع، بغض النظر عن كل من يكتبون عن انهيار عملة الدينار الأردني، الدينار الأردني ثابت وأثبت وأقوى من كل العملات المحيطة في الأردن. يعني أنا بحكي لك عن فلسطين المحتلة، بحكي لك عن الليرة السورية، عن الليرة اللبنانية، عن الجنيه المصري، عن الدينار العراقي، الدينار الأردني أثبت من كل هذه العملات، حتى على مستوى الليرة التركية اللي لما صار مشكلة عشان القسط الأمريكي بين تركيا وأمريكا، في تغريدة واحد للرئيس الأمريكي تكلم عن فرض عقوبات، عن احتمالية فرض عقوبات على تركيا، انهارت الليرة التركية بنسبة حوالي 20-25%. هذا لا يحدث في الأردن، يعني حتى لو صار لا سمح الله أي مشكلة داخلية في الأردن، الدينار الأردني ثابت، ما في مشكلة على الدينار الأردني. لكن إحنا بنتكلم عن سلع، بعض السلع العالمية ترتفع، يعني أسعار النفط وصلت مرحلة معينة كان برميل 40 دولار 30 دولار، الآن 50 وفوق 60 أحيانا. الآن أوسط الذهب وصلت مرحلة يعني في 2003 2004 كان 300 دولار، لكن هي ارتفعت مش إنه القيمة الشرائية للدينار الأردني نزلت، لا، القيمة الشرائية للدينار الأردني على العكس ارتفعت خلال السنوات، قيمة الدينار الأردني مقابل عملات أخرى ارتفعت خلال السنوات الماضية ولم تنخفض قيمة الدينار الأردني، لأنها انخفضت ارتفعت مقابل عملة أوروبا اليورو والجنيه الاسترليني، دولار كندي، دولار أسترالي، دولار هونغ كونغ، عملة اليابان، هذه الدينار الأردني ارتفع مقابلها كلها. ليش ارتفع مقابلها؟ لأنه ارتفع الدولار مقابلها أساسا، يعني الدولار الأمريكي لما يرتفع مقابل العملة ترتفع الدينار الأردني أيضا مقابل هذه العملة وبنفس المقدار تماما، لأنه مربوط بمعادلة 1 دينار أردني يساوي تقريبا دائما 1
41% دولار امريكي، يعني دولار 41 سنت. الان الدينار الاردني انت يعني دولار امريكي في الولايات المتحده ممكن ما يشتري، يعني ما بيشتري لك على سبيل المثال قلم زي هيك. الدينار الاردني الدولار الامريكي الاردني. الدينار الامريكي الدينار الاردني بيشتري، يعني انما احنا بنحكي عن ارتفاع سلع معينه على مستوى العالم، يعني السلع الغذائيه الاساسيه ارتفعت على مستوى العالم. يعني نجي احنا الان في دعوات انه بيقول لك اشتري الارض. لا، انا مش من انصار انك تشتري، يعني رايي الشخصي المتواضع انه دينار اردني يبقى دينار اردني، ودعك دينار اردني ابقيها بالدينار الاردني ما دام انه في ارتباط بين الدينار الاردني والدولار الامريكي. يعني انت ابنك تروح تشتري دولار زي ما تكون اشتريت دينار، يعني انا اذا اشتريت دولار وحطيته عندي بالبنك زي ما اكون حطيت الدينار، نفس النظريه ما اختلفش نهائيا، انه اذا ارتفعت قيمه الدولار بترتفع قيمه الدينار، واذا انخفضت قيمه الدولار بتنخفض قيمه الدينار. الان الذهب، هذا الذهب موضوع فرص، يعني ممكن انه يرتفع، ارتفع خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت الاونصه من حوالي 1300 دولار الى 1550 تقريبا حاليا دولار امريكي، لكن هذه فرصه. ممكن انه الان ارتفاع اسعار الذهب له علاقه بخفض الفائده على الدولار الامريكي على فكره فقط، وبالحرب التجاريه وبالركود الاقتصادي العالمي. الحرب التجاريه بين الصين وامريكا ادت الى ارتفاع اسعار الذهب، لانه لما صارت الحرب التجاريه بين امريكا والصين، الصين بالمقابل ردت على القرار الامريكي وفرضت ضرائب على الشركات والمنتجات الامريكيه، انخفضت الان الصادرات الامريكيه للصين، بالتالي الشركات بتصدر الامريكيه بتصدر للصين، انخفضت مبيعاتها، نزلت اسهمها، المستثمرين باعوا الاسهم لانها نزلت وخسرت وصاروا يشتروا الذهب لانه غير امن. الان لما خفضت الولايات المتحده الامريكيه سعر الفائده على الايداع بالدولار الامريكي لاجل معين من 2.5% ل 2%، برضه المستثمرين بالدولار الامريكي باعوا الدولار الامريكي واشتروا ذهب. الان هذه الامور ادت الى ارتفاع سعر الذهب، لكن بالمقابل اذا رجعت الولايات المتحده الامريكيه وثبت سعر الفائده ورفع سعر الفائده على الايداع بالدولار الامريكي، واذا رجعت انحلت مشكله الحرب التجاريه بين امريكا والصين، الذهب حينزل، ممكن ينزل لمرحله ما دون 1200 دولار للاونصه، يرجع للسعر السابق او اقل ربما. الان بالمحصله احنا حبينا نوصل فكره انه مش اي شخص بيقدر يتكلم عن قيمه الدولار الدينار الاردني انه الدينار الاردني حينهار او مش حينهار. هذا موضوع يعني متشعب كثيرا، له تفاصيل كثيره، له حيثيات كثيره. الدينار الاردني عمله قويه جدا، من اقوى العملات في العالم العربي الدينار الاردني، حتى في الشرق الاوسط الدينار الاردني من اقوى العملات في منطقه الشرق الاوسط، يعني لانه مرتبط بالدولار الامريكي، مستمد قوته من قوه الدولار الامريكي. بالنهايه اذا الدينار الاردني يستمد قوته من قوه الاقتصاد الامريكي، ما دام الاقتصاد الامريكي هو المتربع على عرش اقتصادات العالم، من الاقتصاد رقم واحد هو اقتصاد في العالم، اذا الدينار الاردني قوي جدا، ولا يتوقع ولا يوجد اي بوادر ولا اي حيثيات في موضوع انخفاض قيمه الدينار الاردني او خفض قيمته. طبعا احنا طبعا نتكلم عن قرار سيادي لا سمح الله، اذا يعني الحكومه الدوله الاردنيه الهاشميه قررت انها تفك ارتباط مثلا عمله الدينار مع الدولار او تعوم الدينار، يعني هذا قرار موضوع اخر منتهي، هذا غير مطروح نهائيا يعني في الاردن حاليا. يعني في مصر فكوا ارتباط الجنيه المصري مع الدولار الامريكي. هناك فوائد طبعا اقتصاديا، هناك بعض فوائد انك تفك ارتباط عملتك مع عمله قويه مثل الدولار الامريكي، لكن بالنهايه المضار ممكن انها تكون اكثر، لانه اي شغله، اي مشكله اقتصاديه حتى لو مشكله صغيره لا سمح الله، اي مشكله من اي نوع بتاثر على العمله، ممكن تنزلها بقوه. اذا ابقاء الدينار الاردني مرتبط بالدولار الامريكي، ان الدينار الاردني قوي جدا واقوى من معظم عملات العالم، ويستمد قوته من الدولار الامريكي. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.